نستكمل مشروع قومي لتأهيل الترع، لأن احنا لسه يمكن يدوب خلصنا ال 4000 كيلو الأولانيين، الهدف 20000 كيلو، فاحنا بنستكمل المشروع القومي للتأهيل بفوائده. طبعا مشروعات حياة كريمة واستمرار عملنا في مشروعات حياة كريمة، يمكن في 60 مركز جداد في العام القادم. يمكن الجديد برضو اللي هنشتغل فيه مشروع تطوير المسائي والري الحديث، يمكن ده مشروع أساسي ومكمل لمشروع تأهيل الترع، استكمال مشروع بحر البقر والأعمال المسار حتى استغلال كافة المياه بالكامل، استمرار مشروعات غرب الدلتا والحمام، مشروعات رفع كفاءة محطات الميكانيكا، مشروع الصرف المغطى، استكمال ما يتم تنفيذه حاليا من سواء البرنامج الصرف الثالث وخلافه. طبعا التعاون مع الدول الافريقيه يمكن هو جزء اساسي سواء من برنامج عمل الوزاره او خطتها. يمكن السيد الوزير افتتح مركز للتنبؤ في دوله الكونغو، وفي الفتره الحاليه احنا بنجهز لان يبقى في مركز مماثل في السودان. في مشروعات ثنائيه بتتعامل في الدول الافريقيه، سواء مشروعات ابار لمياه الشرب او مشروعات سدود حصاد امطار ومشروعات تطهير للمجاري المائيه في بحيره كايوجا في أوغندا. طبعا بنستمر في التعاون يمكن الفترة الجاية في يمكن وجه آخر للتعاون، هو التعاون الفني. يعني في بعض الدول زي بروندي طلبت أنه نعاونها في وضع خطة قومية لإدارة الموارد عندهم ومعرفة التحديات ووضع حلول لها، التعاون مع جنوب السودان. ففي استمرار للتعاون سواء مع دول حوض النيل أو الدول الأفريقية بشكل عام، لأن برضو زي ما في تعاون مع دول حوض النيل في تعاون مع دول أفريقية أخرى زي دولة السنغال والصومال وخلافه. وده يمكن برضو محور جديد في عندنا ناميبيا، وهي حاليا بترأس مجلس وزراء المياه الأفريقي في اتفاقية للتعاون معاهم، لأنه الدول دي الحالة لما بتيجي مصر وبتشوف الخبرات المصرية في إدارة الندرة وإزاي إحنا بندير مشروعات بتحقق الإدارة المثلى للموارد المائية، بتطلب أن يبقى عندها إدارة مثيلة، وبتطلب أن الخبرات المصرية تعاونها في كافة الأمور الخاصة بإدارة الماء. خلينا أقول أنه أسبوع القاهرة الحمد لله أصبح له مكانة ووجود على الأجندة العالمية، ويمكن موجود بشكل كبير على أجندة المنظمات الدولية. طبعا نظرا لارتباط قضايا المياه وقضايا المناخ، ويمكن المياه هي قلب التغيرات المناخية. يمكن العام القادم النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة تم اختيار شعار لها، وهي المياه على رأس أجندة العمل المناخي. ويمكن برضو تم التنسيق انه يبقى جزء تحضيري لمؤتمر الاطراف الخاص بالمناخ هيبقى اسبوع القاهره، وتم التنسيق مع المنظمات الدوليه ان هيبقى في جناح للمياه لاول مره بتتبناه دوله خارج اوروبا، هتبقى مصر. اللجنه المنظمه لاسبوع القاهره هتنظم جناح المياه في مؤتمر المناخ، وهيتم تنظيم عدد من الفعاليات وتوصيات اسبوع القاهره ان شاء الله الخاصه بالمياه، هيتم تضمين في توصيات المؤتمر الأطراف للمناخ. ويمكن ده يحسب برضو للدولة المصرية أنه يتم التقارب ويتم التنسيق الكامل بين الأحداث الكبيرة اللي لها علاقة ببعض. ويمكن برضو أحب أقول أنه المنظمات الدولية بتشيد بأن مصر من أوائل الدول اللي بتعمل أنشطة ومشروعات خاصة بالتكيف في قطاع المية. يمكن المشروعات اللي بتعملها الدولة المصرية كلها بتخدم التكيف مع التغيرات المناخية، وعلى على رأسها مشروعات الري الحديث ومشروعات حصاد الأمطار، مشروعات كتيرة جدا كلها بتوفي بأغراض التكيف. يمكن دي برضو خبرة مصر هتنقلها لدول كتير. اللي بتعمله الدولة المصرية أثاره موجود على الأرض. يمكن مشروع التأهيل حق لو شفنا المواطنين في أي قرية أو في أي منطقة خلص فيها ترعى بالكامل اتأهلت أو حتى نصها، قد إيه حصل فرق، وقد إيه المواطن شعر بالفرق، وقد إيه قضينا على المشاكل اللي كانت بتحصل في نهاية الترع وما بقاش فيه مشكلة لتوصيل المية. طبعا المشروعات دي بتساعد إنها تقلل المشاكل اللي كانت بتحصل. مشروعات إعادة الاستخدام أعتقد إنه دي مشروعات أساسية جدا لسد الفجوة الغذائية، واستكمال مشروعات
كان مخططه وما عرفناش نكملها نتيجه عدم توفر ميه، انما لما باخد ميه الصرف اللي كان بتترمي في بحيره المنزله واعالجها واستخدمها، فده يمكن من الخبرات الجديده على العالم كله. طبعا مشروعات لها مردود، وان شاء الله بفضل اللي بتعمله الدوله ما يبقاش في مشاكل يقابلها المواطن، ولكن برضو خلينا نقول ان تحدي الندره ونقص نصيب الفرد من المياه العذبه ده مرتبط بعدد السكان ومرتبط بالزياده الكبيره اللي احنا يعني لازم الزياده دي يبقى لها حل، علشان خاطر نحس ان في على المستوى المؤشرات العالميه وان يبقى في لكل فرد كميه ميه عذبه محدده متوفره، ده له علاقه بالزياده السكانيه اكتر. ولكن على مستوى مجهودات الدوله ان احنا ندير الموارد المائيه المحدوده بالشكل الامثل ونقلل المشاكل، اعتقد احنا الحمد لله المشروعات دي ادت غرض كبير، وهنستكمل برضو العمل اللي بنقوم بيه. يمكن الري الحديث وراي المزارعين في انه الري الحديث قد ايه حللهم مشاكل كتير، ده هيبقى له مردود كبير في المستقبل. اقول ان مشروعات حياه كريمه طبعا لها اكثر من مراحل. المراحل السابقه تم تنفيذ عدد من مشروعات الحمايه من السيول لقرى الصعيد في المنيا وبني سويف وقنا. العام المالي الحالي بننفذ حوالي اعمال تاهيل باكثر من 6.8 مليار جنيه في قرى حياه كريمه في ال 50 مركز اللي شغالين، طبعا كلهم تموا بالكامل. ان شاء الله السنه الجايه نستكمل خطه اعمال حياه كريمه ونستكمل اعمال التاهيل والري الحديث. يمكن اشتغلنا صرف مغطى برضو في الاونه السابقه في بعض القرى اللي بتخدمها حياه كريمه، ويمكن هنركز على التاهيل والري الحديث لان بيبقى لهم مردود على المواطن، له مردود اقتصادي ومردود اجتماعي وبيحسن حاله الحاله البيئيه للمزارعين.